سؤال اليوم: لماذا القلق والتوتر والهلع يكون دائما مصاحب للاكتئاب والتعب والإرهاق؟ إليكم الإجابة. والإجابة هي: أولاً شكراً على تعليقاتكم وعلى أسئلتكم، حطوا لي أسئلتكم في التعليق، وإذا عجبتكم القناة حطوا لها سبسكرايب، اشتركوا فيها عشان تساعدوني أنشر المعلومة الصحية باللغة العربية. الإجابة هي أن القلق والهلع والاكتئاب والإرهاق، مع أنهما مشاعر نظن أنهما متعاكسين، اثنينهم يشتغلون من الغدة الكظرية، يعني اثنينهم يحتاجون الغدة الكظرية لتفعيلهم. عندما نتعرض لصدمة أو قلق أو توتر أو خوف، الغدة الكظرية تفرز لنا هرمون الأدرينالين، عشان إذا نحتاج نركض، إذا في أسد، إذا في شيء خطر، يعطينا هذا الأدرينالين طاقة وينبث في عضلاتنا وفي كذا، ويسرع حتى دقة قلبنا، يسرع، يحسن البصر، يقوي العضلات، يعطيها سكر، يعطيها طاقة عشان نقدر نركض. ولكن هذا الأدرينالين لا يستطيع أن يبقى في حالة الإفراز، ما يقدر يتم في الدم مدة طويلة لأنه بتموت، ما تقدر تلحق، يعني بتم قلبك يطق وبتكون دائما خايف وتعبان ودائما في هذه حالة الهلع الخوف. فلهذا السبب عادة حتى حالة الهلع تبقى عادة ساعتين وبعدين تبدأ تهدأ إذا ما هدأناها قبل. جسمك ما يقدر يتم على هذا الأدرينالين مدة متواصلة، فلكي يوازن نفسه الجسم بعدين يفرز هرمون اسمه نور أدرينالين، اللي هو عكس الأدرينالين، فهو هرمون مهدئ يتعب، يعكس الأدرينالين، كأنه يأتي كأنه غطاء ويغلفه، كأنه يصك عليه، فأنت تكون مشتط وعندك هلع وقلق وعندك أدرينالين، وبعدين دائما إيه هذا الهرمون العاكس عشان يحميك ويصك عليه، كأنه يغطيه، كأنه يطفيه. لذلك كثيرين ممن يعانون من القلق والهلع يعانون أيضا من الاكتئاب والإرهاق، يعني يصير فيهم إجهاد، يحسون دائما تعبانين، يحسون ما يقدرون يسوون شيء، ما يقدرون يروحون مكان، حتى في ناس تتوقف عن السياقة، تتوقف عن العمل في بعض الأحيان. فيقول لك: غريبة، ليش أنا دائما مشتط ودائما عندي هذا الخوف والهلع ولكن في نفس الوقت عندي إرهاق شديد؟ فيسمونه بعض الأوقات wired and tired، يعني أنت مشتط كأنه مشوش ولكن أيضا مرهق وتعبان. فالأضداد اثنينهم يكونون موجودين في هذا الشخص، الشخص نفسه. وعشان نفهم هذا الشيء يجب أن نفهم كيف يعمل الجسم. الجسم يعمل لكي يحميك دائما. فكثير من اللي يعانون، كثير من اللي يعانون من الاكتئاب قد يكون بدايته في الواقع قلق وهلع، وكثير من اللي يتضررون، يعني بعض الأوقات حتى السكتة القلبية لا قدر الله، ولا إذا شيء قوي مرة واحدة يقتل الشخص، عادة يقولون لك: والله والله هو من كثر ما كان متوتر وقلق مات من السكتة القلبية. ولكن هو في الواقع، إذا بنكون دقيقين، هو في الواقع اللي موت مو الأدرينالين، اللي موت هو الهرمون الذي يأتي بعده لكي يطفيه. فلما يهدأ القلق، لما ينطفي، أو لما جسمك يغصبك أنه يطفي، يأتي بعده هرمون، وهذا الهرمون هو الهرمون القاتل، اللي في بعض الحالات تشعر بالإرهاق القاتل، تشعر أنك ما تقدر تتحرك، تشعر أنك حتى رغبتك، الشغف ينطفي، الرغبة في العمل، الرغبة في الخروج، الرغبة في رؤية الناس، ولكن هي يكون في الأصل أصلها هلع وقلق وأدرينالين. فهذه الصلة بينهم. فدائما نشوف أن القلق والاكتئاب يمشون مع بعض، الهلع والتعب يمشون مع بعض، لأنهما يحتاجون نفس الغدة، والغدة لأنها أفرزت أدرينالين زيادة عن اللزوم بعدين تفرز نور أدرينالين أيضا زيادة عن اللزوم، فيصير عندك القلق مبالغ فيه، ولكن الإرهاق والتعب الذي يأتي بعده أيضا يكون مبالغ فيه، فأنت محبوس بين الاثنين. فدائما الصحة هي اللي توصلك إلى الاتزان. وهذا كان رأيي، والقرار قراركم. إذا عجبتكم هذه الحلقة حطوا لها لايك عشان تساعدوني في انتشارها، أو إذا تعرفون أحد عنده قلق وهلع، هذا مرض العصر اليوم، أرسلوا له هذه الحلقة. ممتنة لكم.